كبير في أكيد عالم كرة أكيد القدم. طبعا مستر كولر مش هنتكلم عليه، الراجل كل ماتش بيقدم اداء تاني، كل ماتش فيه حاجات صغيره كده بتبان في الملعب مش اي حد ياخد باله انه كل مباراه انت عندك الكرات الثابته في تغيير في كل مباراه عن المباراه اللي قبلها، ودي مش سهل ان هي تبقى متواجده. وده اللي بيحصل بالمناسبه في اليوم اللي بيبقى زي النهارده. بالظبط كده، بيلعب كرات ثابته بس، فانت كل مباراه بتعمل كره ثابته بشكل مختلف عن المباراه اللي قبلها، وده يعني انت بتتكلم في لو قلنا مثلا اخر 8 مباريات او 7 ماتشات انت كل مره بتعمل كره، يمكن الحاجه الوحيده الثابته اللي هي الكره الكورنر اللي على الاولانيه، انما غير كده كل الكورنرز او الفاولز اللي بتتعمل بيبقى فيها تغيير، ودي حاجه ايجابيه وباينه جدا مع مستر كولر. طريقه اللعب خلاص احنا اتعودنا عليها 4-3-3 مع الاجنحه ثابته بره، السترايكر هو اللي بينزل يستلم عشان واحد من التمنيتين يخش جوه ويكمل ويشوط مع وجود الهاف العكسي، مطير الباكين، ودي حاجه ايجابيه جدا جدا جدا. يمكن الحمد لله ان كريم يوم ماتش عن ماتش كريم الحمد لله بيقدر يعملها كويس، عمر كمان لما نزل اجادها وكان سبب في هدف من الاهداف بتاعت مباراه الداخليه بقطعه للكوره وتكملته والباص وحطها لامام في الاخر. الناحيه الثانيه محمد هاني ماشي الحمد لله بخطه ثابته، وجود اكرم ممكن يرجع يقفل نص الملعب مع مروان، يعني الحاله العامه للفرقه اعتقد الحمد لله يا رب تكمل زي ما هي كده في اخر فتره. انما هنتكلم على الجانب الثاني، بسيوني في المباراه اللي فاتت كان بادي يعني قافل نص الملعب عايز يلعب 4-5-1، الاهلي جاب جون بدري ابتدى يفتح شويه غير دخل الثاني ابتدى الامور تبقى سجال شويه لحد ما جبنا الثالث وخلاص بقى الفرقه اعتقد فتحت. المباراه فتحت منه. انما هو بسيوني طول عمره بيلعب بيحب ما بيلعبش جيم مقفول قوي، يعني مثلا متعب كباك ليفت، متعب مش ده مكانه، متعب اصلا بيلعب في نص الملعب، بس هو بيلعب باك ليفت من اول السنه وعارف يعملها كويس قوي 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 وبيأديها كويس قوي. الناحيه الثانيه الباك رايت، بس عشان نبتدي من تحت، بكره اتوقع ان ان عماد السيد هو اللي هيبتدي المباراه مش محمد شعبان، خاصه ان عماد السيد لعب اخر مباراه وتعادل وكان كابتن بسيوني بقى له 4 مباريات بيخسر. هو كان اتكلم في مؤتمرات صحفيه قبل كده ان الشغف بعد ما اللعيبه قعدت في الدوري، دي حقيقة. انا سالت كنت بسال السؤال ده الاسبوع اللي فات والله يا احمد، دي حقيقة. انه الماتشات اللي هي بتتلعب في وسط في الجدول دي ملاش. انا ببقى قاعد بتفرج عليها بعمل كده نايم. نايم دي حقيقة. كان في لقطه جايبين مشجع من مشجعين اليورو في احدى المباريات اللي هو ماتش انجلترا تمام، ماتش هي دي قلت لهم ايه ده انا بعمل كده وانا بتفرج على ماتشات ال ما انت اصل كل الدوافع، ولا هو هيلعب بطوله ولا هو هينزل، فين انا بس ما دي بقى بص في اول الحلقه قلت لك ايه دماغ اللعيب، فكر اللعيب، عقليه اللعيب. صح، برافو عليك، عقليه اللعيب هو ده اللي وصل ان اللعيب خلاص انا قعدت وكده كده الدنيا لطيفه يا عم، طب ازود حتى فلوسي ان انا اخد مثلا كل حاجه. خلي بالك فرقتين اكتر فرقتين اتضروا في الفتره الحاليه اعتقد الجيش وزد، زد برضو من الفرق اللي خسرت نقاط، عمالين يخسروا صحيح، خسرت نقاط غريبه الداخليه لا بس الداخليه الى حد لا الداخليه كسبت زد الداخليه يعني. ماشي يعني الداخليه كسبت زد، انما فقدت نقاط غريبه جدا، وبرضو الجيش نفس الكلام من الفرق اللي هي ايه زي ما مش رمت الفوطه بس ما بقاش عندها مستوى الحماس او بس انا بشوف ان ده وجهه نظري يعني ان ده بيبقى دور المدرب او المدير الفني اكتر من اي حاجه ثانيه. ظروف والله كتير، ممكن طبعًا يكون طبعًا النادي طبعًا. ممكن يكون اللعيبه ممكن يكون لا خصوصا ان كابتن بسيوني برضو خلي بالك هو عشره عمري وعشره عمرك فيعني حبيبي عارفينه حبيبي كلنا هو دايما حماسي هو حماسي على طول ويعني ولو اللي معاه واذا كان ياسر علي ولا كابتن عصام عبد يعني كل الجهاز اللي معاه ناس محترمه جدا طبعًا. وهو ما شاء الله يعني كابتن بسيوني على قد الحماس بس راجل محترم ومهذب واخلاقه حاجه جميله، عمرنا ما نسمع منه لعيبه صراحه فيعني نرجع نتكلم في الكوره اعتقد ان كابتن بسيوني بكره هيبتدي عكس اللي ابتدى بيه الماتش الاولاني زي ما قلت لك بمعنى انه وهيبتدي ايه ما هو ابتدى تحفظ هيعمل ايه ما هو خلاص بقى انا كده كده خسران والكوره مش معايا يعني ماتش الاتحاد انا هقول لك حاجه ماتش على فكره ماتش الاتحاد اللي فات اللي هو 0-0 اللي طالع نجم المباراه مين؟ مين؟ الحارس بتاع الاتحاد مهدي سليمان. طب ده دليل على ايه؟ ضيع كتير قوي مهدي كان ما شاء الله متألق امتى؟ لما لعب جيم مفتوح. بس هقول لك هو انا لما اخسر 1-0 غير لما اخسر 4 برضه حتى انا كمدير فني ممكن اتهز. دي حقيقة بس خلي بالك وفي خلال 10 ايام هو المشكلة ان هو خسر 4 وخسر 3 وخسر 5 في ظرف قد ايه؟
21 يوم او 18 يوم تقريبا. صحيح. فدي ارقام كبيره جدا. دي مشكله عند كابتن وبسيوني كان يعني صعب قوي ان انت توصل للحارس المرمى بتاعه. وكل الماتشات اللي كسبها اول الدوري 1-0 بيكسب 1-0 بيكسب 1-0 يكسب ويقفل بس يكسب وخلاص. فانا اعتقد بكره نتيجه الارقام الكبيره دي حاجه من الاثنين، يا تحفظ قوي قوي وده هيخنقنا بصراحه، واحنا مش عايزين احنا مش عايزين نتخنق يعني مش عايزين نتحفظ الصراحه. ماشي. يا اما هيلعب جيم مفتوح، في الجيم المفتوح يعني اعتقد انه هيبقى عنده خطورته كلها من ناحيه الشمال. يعني خطورته الرئيسيه من ناحيه الشمال، انما ناحيه اليمين ما بيبقاش فيه خطوره عليه، ودي يمكن نعرف نقابلها ونعرف نقفلها كويس قوي. نص الملعب عندهم يسري وحيد شويت كويس جدا جدا ولعيب كويس جدا جدا جدا. شفت بسيوني برضو ده بالمناسبه. بصراحه يعني الولد كويس قوي. الولد لعيب كبير لعيب يعني، واعتقد انه لسه هيروح في حتت كويسه. عندهم نص الملعب بيعرفوا يقفلوا كويس جدا، فانا شايف ان بسيوني لو حب يقفل الجيم هتبقى عنده مشكله انه ايه ما عندوش تحولات. تحولات قليله، ما عندوش تحولات. انا معاك في دي 100% ولكن برضو ما افتحش انا لو انا يعني. ماشي اوكي يعني وجهات نظر. بص في الاول في الاخر هي كوره وجهات نظر. انا عايز من الماتش ممكن بسيوني اقول لك لا طب انا كده كده قاعد ومش فارق معايا، طب ما العب جيم امتع نفسي ممكن واصيط نفسي ممكن، فاهم؟ خصوصا ان هو عنده يعني ثقه المسؤولين في طلائع الجيش في بسيوني كبيره جدا. مش محتاج ما شاء الله يعني، فهم الناس عارفين امكانياته وعارفينه، وهو ما اعتقدش ان الدنيا هتبقى بالنسبه له صعبه. فالجيم بالنسبه له لما يتلاقي مفتوح انا ممكن اكسب النادي الاهلي واعطله، هو في دماغه مش في دماغه عشان حاجه لا يعني هتتقال الناس طبعًا. هتتقال بسيوني كسب النادي الاهلي دايما الله يديله الصحه ويمسيه بالخير. كابتن محسن صالح كان يقول لك ايه اللقطه الاخيره. ايوه صح، اللقطه الاخيره اللي بتعلم مع الناس. دي حقيقه، دي حقيقة. بص اخر 3 4 ماتشات هم السنه كلها، هم الله ينور عليك. كابتن اسامه عرابي كان يقعد السنه كلها ما يلعبش، واقف جنب الخط، ويجي خمس اخر خمس ماتشات تلاقيه احسن واحد في الفرقه، وياخد في اخر موسم يتجدد له سنتين. فهو عشان اخر خمس ماتشات. فيعني اعتقد ممكن بسيوني، انا شايف ان بكره ممكن يعمل جيم، يلعب جيم مفتوح مع النادي الاهلي. مش عارف، لكن طيب على الجانب الاخر النادي الاهلي الحمد لله الامور شكلها احسن كتير من الفتره السابقه. عدد كبير من التغيرات بيعملها في التشكيل طبعاً. دائما في طبعاً. كل مباراه يعني لو قلت لك التشكيل بكره هتتوقع ممكن حد تاني لا هتتوقع ولا مش هعرف والله ما اعرف. كل ماتش مش عارف، هو الثلاثه اللي قدام بيثبت اثنين ويغير واحد، الثلاثه في نص الملعب بيثبت اثنين ويغير واحد، ممكن باك من الباكين يثبته ويغير الثاني، عمر كمان فانت مش هتقدر وخصوصا بعد عوده بيرسي تاو كمان. دي حقيقه، وانت ممكن تلاقي عمر المره اللي جايه بيلعب باك رايت وممكن تلاقيه باك ليفت، كريم ممكن تلاقيه باك رايت وممكن تلاقيه باك ليفت، يعني ممكن تلاقي عمر بيلعب باك ليفت وكريم باك رايت، يعكس الدنيا فاهمني. وممكن تلاقي هاني بيلعب جنب عمر، دي ميزه برضه ماشي، دي حاجه ايجابيه لينا. انما وكمان عشان هو بيلعب كل 3 4 ايام فعادي جدا انا كلاعب اصلا ان انا العب كل اسبوع ماتش انا في الفورمه. بس يا احمد عايز اسالك بقى، هل هنا انت كمدير، انت راجل يعني مدرب كبير وعارف الكلام ده، هل انا هفكر في ماتش بيراميدز يعني طلائع الجيش؟ معلش هكملك، بس طلائع الجيش مهما اتكلمنا ومهما عملنا فريق كبير وكل حاجه، ولكن بيراميدز فريق قوي، فريق بينافس على الدوري الممتاز، عنده سكواد قوي، عنده مجموعه لاعبين جيدين، وبالتالي فريق طلائع الجيش، انا افكر في الماتش بتاع طلائع ولا برضو رامي عيني لقدام كولر هنا؟ لا انا يعني اللي اتعلمناه في النادي الاهلي ماتش اللي تحت 90 دقيقه بتوع النهارده، لان انا ما اضمنش، ما فكرش خالص في اللي بعده، ما اضمنش ال 90. اصل انا خلي بالك ممكن انزل النهارده يطرد مني لعيب وانا مفكر في اللي بعده هعمل ايه، ما انا هضطر اغير تاني لا قدر الله يتصاب مني لعيب. فاذا التفكير فقط في 90 دقيقه بتوع بكره، هم 90 دقيقه بتوع بكره هم اللي لو نجحت فيهم هم اللي هيوصلوني ان انا العب بيراميدز بكامل قوايا وافكر في ان انا اكسب و و و و عشان كده لا انا شايف انه لازم هو وانا اعتقد مستر كولر برضو في كل المباريات او في كل الفترات كان بيروح يلعب مثلا يجي يلعب هنا في الدوري وبيفكر في افريقيا، عمره ما كان بيقول انا ما بفكرش في افريقيا، انا ببص على اللي تحت ايدي. فهو دي عنده ميزه كويسه جدا، واحنا متعلمين كده في النادي الاهلي، انت بص على ال 90 دقيقه اللي معاك عشان لو فكرت في اللي جاي ممكن تقع منك الدنيا، ممكن تقع في اللي موجود بكره ده. فعشان كده انا اعتقد ان مستر كولر مش هيحسبها حسابات كده، لا وهيلعب جيم يخلص بدري زي ما عمل. وخلي بالك اخر مباراتين انت تخلص الجيم في اول 45 دقيقه دي
بتفرق معاك جدا. الله. واعتقد عشان كده بتفرق معانا احنا كمان بيغير بدل. والله العظيم بدل الدقيقه 70 بدل الدقيقه 75 فعشان كده اعتقد انه هيبقى من اولوياته انه ينزل ضاغط من اول المباراه. صحيح. وان شاء الله يعني ان شاء الله نحاول نسجل.